للوقوف عند آخر أخبار الخضر وعن هذه الحصة التدريبية. نعم، معنا عبر هذا الاتصال الهاتفي من القاهرة الزميلة وسيلة بعطيش. وسيلة، مساء الخير. مساء الخير فريدة، مساء الخير على كل الجمهور الجزائري الرياضي. نعم وسيلة، يبدو أن الخضر أجروا هذا المساء في حدود الساعة 5:30 بتوقيت الجزائر وبكامل تعدادهم حصة تدريبية باستاد القاهرة استعدادا للمقابلة الحاسمة غدا، أليس كذلك؟ خاصة وأنت من رافقت الفريق، وكيف كانت الأجواء؟ فريدة، في هذه الأثناء انتهت آخر حصة تدريبية للمنتخب الوطني التي جرت في ظروف كاملة فوق أرضية ميدان جيدة، إلا أننا سجلنا تأخر ساعة من الزمن للوصول إلى الملعب. على العموم فريدة، الحصة التدريبية كانت عادية بالنسبة للطاقم الفني واللاعبين الذين شاهدناهم ببشاشتهم التي عودونا عليها، وهم مصرين فريدة على تمثيل الجزائر أحسن تمثيل والتأهل إن شاء الله إلى مونديال 2010 بجوهانسبورغ. نعم وسيلة، يبدو أن حتى اللاعبين الذين أصيبوا البارحة شاركوا في الحصة التدريبية، أليس كذلك؟ عبر ما ظهر من خلال الصور. نعم لديكم صور، صور للحصة التدريبية في البداية، فاللاعبين أصروا أن يكونوا في الملعب ويعني أدوا الدور تاعهم كما ينبغي، كما كان مسطر ومبرمج من طرف الطاقم الفني، والكل مصر لتمثيل كما قلت في السابق تمثيل الجزائر في مونديال 2010 إن شاء الله أحسن تمثيل، والكل يعني يعزم باش إن شاء الله غدا كل الشعب الجزائري إن شاء الله يدير دعاء وإن شاء الله نروحوا إلى مونديال 2010 إن شاء الله. بحول الله. وسيلة بعطيش، مبعوثة التلفزيون الجزائري للقاهرة، شكرا جزيلا لك.